كيف نقلل من نسبة تلوث الهواء ونغير وسائل النقل؟ إنه أحد المواضيع التي ناقشها كبار القادة ومدراء الشركات الكبيرة في هذا القطاع في العاصمة التركمانية عشقباد. أول مؤتمر عالمي للأمم المتحدة بشأن النقل المستدام جمع ممثلي حكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تم افتتاحه من قبل الأمين العام بان كي مون. إننا هنا من أجل سكان هذا الكوكب، وهم أطفالنا وأحفادنا. جعل النقل المستدام ضرورة لتحقيق حلمنا في عالم أكثر أمناً وصحة للجميع. النقل من بين أكثر القطاعات الملوثة للهواء، إنه مسؤول عن ربع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم. للحد من نسبة تلوث الهواء حالياً، مبادرات استلهمت من جميع أنحاء العالم لتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة كالنرويج. حين تشتري سيارة كهربائية في العاصمة أوسلو، بإمكانك قيادتها على طرق خاصة شيدت على جانب الطريق. هذا يجنبك الازدحامات. الضرائب على السيارات الكهربائية منخفضة جدا، لذا إنه عامل اقتصادي ذكي جدا بالنسبة للمصروفات. الوسيلة الأخرى للحد من التلوث هي تشجيع الناس على تفضيل استخدام الدراجات الهوائية ووسائل النقل العام، لذا القطارات الكهربائية تعد خياراً أكثر استدامة. القطارات الكهربائية نظيفة، لكن هذا يتوقف على ما إذا كان الكهرباء نظيفاً في الأصل. مراكش حيث أقيم مؤتمر المناخ COP22 قبل أسبوعين مثال جيد، فيها أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم ستخصص لتزويد القطارات بالكهرباء. لكن هناك أمثلة أخرى في العالم. أنا واثق من أن في تركمانستان بفضل أشعة الشمس يمكن تطوير الطاقة الشمسية لاستخدامها في تشغيل القطارات. وفقاً لتقرير لجنة خبراء تم تسليمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين أول، حجم الاستثمارات السنوية في النقل المستدام يجب أن تكون حوالي 200 مليار دولار سنوياً، لكن ليس هناك الكثير من الدول المستعدة لهذا. على الدول المتقدمة استثمار 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لتطوير بنيتها التحتية، لأن التمويل العام والمحلي والدولي معا ليس كافيا. نحتاج إلى تعبئة القطاع الخاص. هذه التعبئة المالية سوف تسمح بخفض تكاليف النقل وتوفير ما يصل إلى 70 ألف مليار دولار لغاية العام 2050.